إنها لحظة اللقاء بعد انتظار طويل. الأب الذي انتظر على بوابة الحدود بين بولندا وأوكرانيا كان في شدة القلق على سلامة أطفاله وزوجته بانتظار نجاحهم في الفرار من آتون الحرب في أوكرانيا. أما من تركوا عائلاتهم وراءهم فلا يعرفون ما تخبئه لهم الأيام. لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، لا أعرف حتى المدينة التي سأتوجه إليها، المستقبل غامض. لكن الوصول إلى بولندا ودخول الاتحاد الأوروبي يحمل قدراً كبيراً من الارتياح لهؤلاء الفارين من الحرب في أوكرانيا. ولكن وفي ثنايا هذا الارتياح يلمس المرء قصصاً مؤلمة يرويها هؤلاء اللاجئون، ليس فقط من هول ما شاهدوه على الطريق، ولكن أيضاً من هول ما فروا منه. وبينما يتكدس اللاجئون هنا بانتظار بارقة أمل، يستعيدون بعضا مما مر عليهم ودفعهم لاتخاذ قرار الهروب. جئت من منطقة كانت تتعرض لهجمات كثيفة، كنا نسمع أصوات القنابل كل 20 دقيقة تقريبا، الجميع كانوا يستخدمون الأسلحة، كنت تمشي في الشارع فتجد دبابات ولا تعرف ماذا تفعل، كان أمرا مخيفا جدا. ربما يخفف قليلاً من معاناتهم ما سمعوه عن عزم الاتحاد الأوروبي منحهم تأشيرة للعمل والإقامة لثلاث سنوات، هذا بالإضافة لجهود المتطوعين التي لا تتوقف للتخفيف عنهم. نعطي هؤلاء اللاجئين مكاناً للإقامة وطعاماً وثياباً، وهناك متطوعون كثيرون يدعمونهم، لكن ماذا سيحصل لاحقاً؟ ماذا بشأن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم؟ لا ندري. أطلب من الجميع أن يساعد هؤلاء اللاجئين بأي شكل ممكن، وأدعو حكومات الدول الأخرى للمساعدة أيضاً. وأقصى ما يؤلم هؤلاء اللاجئين هو أن الأزمة لا تبدو عابرة أو قصيرة، مما يعني أن معاناتهم ربما تستمر أطول بكثير من كل التوقعات. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، الحدود البولندية الأوكرانية.